بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض يا جماعة بسم الله أول دروس الداتابيس، إزاي نتعامل مع الداتابيس ونعرف معلومات عنها مهمة جدا قبل ما ندخل ونكتب أي كود اتصال بالداتابيس أو أي إنشاء أو أي حاجة. أول حاجة الداتابيس أو قاعدة البيانات هي مكان بتخزن فيه البيانات بتاعت الابليكيشن بتاعك. الداتابيس دي بتكون organized، منظمة لجداول. كل جدول من الجداول دي بيكون فيه مجموعة بيانات. اليوزرز الموجودين عندك في السيستم دول موجودين في جدول، تمام؟ الكاتيجوريز دي موجودة في جدول، مثلا المنتجات البرودكتس بتاعتك موجودة في جدول، الصفحات اللي عندك موجودة في جدول. كل جدول فيه كولومز، أعمدة، كل جدول فيه الأعمدة بتاعته. يعني مثلا اليوزرز للاي دي بتاعه، اليوزر نيم، الباسورد، الايميل، الادرس بتاعه، الهوم ادرس، كل المعلومات، اليو ار ال، الموقع بتاعه، البيوغرافي، شويه كلمات عنه، وهكذا. في انواع كتير جدا من الداتابيس موجوده في العالم، والانواع دي كلها في لغات بتتعامل معاها كلها وفي لغات لا. البايثون طبعا حاجه من الحاجات العظيمه جدا، بيتعامل مع المونجو دي بي، بيتعامل مع الماي اس كيو ال، بيتعامل مع الاس كيو ال لايت وكل الحاجات دي. كلمه اس كيو ال اختصار ل Structured Query Language. عندنا دلوقتي النوع اللي هنتعامل معاه في الاول، هنتعامل مع كذا نوع باذن الله. SQL، SQL Lite دي عباره عن داتابيس بترن في الميموري وممكن ترن جوه سنجل فايل، ودي حاجه من الحاجات الظريفه والجميله اللي فيها واللي هتشوفوها باذن الله مع بعض. الدرس ده درس نظري، اتكلمنا بس عن شويه حاجات بسيطه كده فيه قبل ما ندخل باذن الله في التقيل. محتاج ان انت تنزل برنامج SQL Lite Browser، اللي هو ده الموقع بتاعه وده شكل البرنامج، عشان تقدر تتصفح الداتابيس بتاعتك اللي احنا عملناها والبيانات اللي فيها. البيانات اللي جوه الداتابيس بتاعتنا ليها انواع، في مثلا تكست، في انتجر رقم، في ديت، في انواع كتير جدا هتشوفها واحنا بنحط البيانات، عشان تعرف طبعا الفكره وتعرف ازاي تتعامل معاها. دي كانت المقدمه الظريفه البسيطه اللي المفروض اصلا ان انت يكون عندك فكره كبيره جدا عن الداتابيس مدام دخلت تتعلم لغه برمجه، لكن مفيش مشكله ابدا من ان احنا ندي مقدمه كده بسيطه. هقول معلومه بسيطه جدا وهقفل الفيديو. لو انا بشرح كورس خاص بالداتابيس، الكلام اللي انا هقوله في اول درس هيكون كبير جدا جدا وعميق جدا، لكن عشان احنا بنشرح لغه بايثون فمش هتعمق في الداتابيس لدرجه فظيعه عشان ما نطلعش بره كورس بايثون نفسه، تمام؟ يا رب يا جماعة يكون مقدمة بسيطة وظريفة وعجبتكم، واشوفكم ان شاء الله مع بداية الدروس العملية، والسلام عليكم.